مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. صوت العدالة اليوم تتواجد مرة أخرى بمدينة الجديدة. كنا تكلمنا في الفيديو السابق على كل ما يتعلق بمافيا العقار. صوت العدالة تلقى اتصال من هذا الشاب. حاليا احنا على نموذج صراحة يعني علامة استفهام. غادي ندخلوا مع الشاب بالتفاصيل وغادي تعرفوا هذه البنية وهذا الشيء كله اشنو واقع في هذا الموضوع. اشرح لنا المشكل ديال اشنو واقع هنا. اش عيطتي لنا؟ عيط لكم العلاقة بين هذه المافيا ديال العقار اللي حاميها الناس حامينها ما بغاش يعطيني حقي. انا دابا حاليا في الدعوة مع اللي معاه في الدعوة مدة 5 سنين الصرف وما بغاش الدولة تاخذ منه الحق اللي تحميه. ها انا حنا دابا عندنا جوج خدامة دابا تفاجأت بهذا البني هنايا قال لك لا عندك هاد الشوية والوقفة موقفة الدعوة في المحكمة وفي المحافظة وفي كل شيء ودابا تفاجأت بهذا الشيء. حامينو عندو تهمة تدوير في رسم عرفي وتدوير في محرر عرفي وتدوير في تشطيب كل شيء وحاكم عليه متابع بالمحكمة متابع. ودابا جيت لهاد الارض تنتفاجئ بهاد الناس هنايا قال لك حقا لا عندنا الحفير. شكون اللي عطاهم الحق يحفروا وشكون اللي عطاهم اكثر من القياس؟ وهي عندي في البلان وفي الشكايات وكل شيء عندي 200 عندي جوج خدامه. هاد الناس كلهم ما بغاوش ياخذوني حقي اللي في الجديده. ضغط المحاكم السلطه الادارات كل شيء تتعاون مع في هاد الشيء. هذا اكبر مافيوزي وحد الان ما بغاتش ياخذ ليا حقي منه. لو بالاولى مشيت عند المحافظ باش ندفع عليه الشكايه اني باغي ندير تحفيظ في هذا العرض. قال لي دير فينا درجه محجده. قلت لي توفات. قال لي جيب لي ورقه الوفاه والاحصاء المتروك وجيب هذه الرسومه وندخلها لك للتحفيظ. مشيت نجيب لي هذا الشيء. ملي جبتهم لي اعطيتهم لي قال لي حقا غدير شهاده اداريه. هذا الشيء ما قلت لي قولها لي قبل. قال لك لا القانون تبدل. تبدع عليا انا ما تبدلش على الناس اخرين. قلت لي واخا مشيت باش ندير شهاده اداريه تنتفاجئ العرض دخلت مطلب. رجعت عند المحافظ قلت له شكون اللي دخل؟ قال لي مول العرض. قلت له باش دخل؟ قال لي بقسمه. هاد القسمه ديال من؟ من تنتفاجئ في هاد القسمه تنقرا ونتفاجئ ما عندها حق في هاد الارض لا هي ولا الوراثه وبيعها لي انها هي قسمه ديالها. مني دعيتهم للمخزن بقيت معاهم في الدعوة ورسلت للمحافظة في الرباط باش توقف راجعوا الملف. قالوا لي حقا هاد الحجة ما غير كافياك. مشات صنع حجة أخرى فيها 12 شاهد و 12 شاهد ما حضراش فيهم. مشيت المحكمة حطيت له 4 سنين وتنجري للبوليس. طلع هبط حقا اليوم خداميش حقا عندنا الموسم حقا عندنا عيد حقا حنا خارجين في المناط واش انا ماشي مواطن؟ عباد الله عرفت صابية سبابة الفلوس باغيين يدوزوها لي الصحة في المحكمة تتعاونوا مع الناس في المحكمة. علاش ما تنعطيهم الحجج ديالي ما تبغيوهاش؟ واحد عطيهم الفلوس تتعاونوا معاه في المحكمة. طلعت شحال من برا دقيت في البيبان واخا دابا نشوفو دابا نشوف معروف هو باش متابع. هو باش متابع؟ متابع بالدوير الدوير في محرر عرفي ورسمي وسميتو الدوير في واحد الشطيب. الشطيب اللي شطبو اللي دارت الوالده التعرض وشطبو ومني تنقول البوليس صحا. هذا عنده كل شيء. هذا هو البرنسيس هنا ديال المافيا. انت كنت عارف هاد البني دابا كاين؟ لا ما كنتش عارفو. تنجي دابا جيت على غفله تلقيتو. قلت لي ما ودي راه ما عندكمش حق تبنيو راه نسيتو. قال لك حنا هاد الارض الا سمحتي لي هاد الارض هي متنازع عليها باقا في المحكمه. باقا في المحكمه وبداو كيبنيو. وتبنيو راه كاينه دعوه في المحكمه وفي المحافظه موقفه من عند عاد غادي تاخذ الحفيظ. كيفاش دخلوا لهاد الشيء ما فهمتش. لا اله الا الله هذا هو المنكر اللي تشوفوا فيه اللي ما عندوش دخله ضربوه هنا. هاد المشكل دابا ديال هاد الارض اشرح معايا كيفاش بدا. عطيني كيفاش بدا المشكل. قلتي فيه الزوير كيفاش؟ ناقش معايا باش الراي العام يفهم. المشكل ديال هاد الارض انا بغيت ندير مطلب ديال جده. الارض ورثتها امي ماتت جده ورثتها. بغيت ندير مطلب. مشيت لعند المحافظ قلت له الله يرحم بغيت ندير مطلب. قال لي غدير شهاده سميتو بغيت ندير مطلب وقال لي غدير
تجيب لي الوفاة ديال جداك، وتجيب لي إحناء المتروك، وتجيب هاد الرسومة وندير لك مطلب. جيت عند الوالدة قلت ليها، قالت لي راه خويا مصدق عليا، قلت لها نمشيو نكتبو مع خوك. مشينا باش نكتبو، قال لك اودي العرض تتنالكم 21 مليون وشي حاجة ديال غير ما كنتوش خلطوا عليها مدة 4 سنين. العرض دخلت مجال حضاري، جمعنا ديك على البركة ديال 21، خلصنا ديال 4 سنين. ديت خديت الصدقة ديتها من المحافظ، قال لي بغيت تخلص في الصندوق باش غدا وبعدا يعطوك التحديد. خلصت في الصندوق، قلت لهم انت رجع، قال لي بقى العشية تاخذو. مشيت مع العشية قلت لهم عطوني امتى تخرجوا، قال لي ملغي. علاش؟ راه تبدل القانون، انا ملي بغيت فيه شي حاجة تتبدل لي القانون، ما فهمتش؟ قال لك بدل القانون. مني قلت لهم علاش؟ قال لك واشوف مع المحافظ. طلعت عند المحافظ مع ذاك العشية، قلت لي كيفاش؟ قال لي وشنو قالوا لي؟ قال لي تبدل القانون خاطر تدير شهادة إدارية. قال لي سير دير شهادة إدارية، ما خسر عليا والو، سير جري بحارك. مشيت باش ندير شهادة إدارية، قالوا جيبني أنا تبعت البلانات ديال العرض. مشيت باش ندير تبعت البلانات، قال لك أنا دخلت مطلب. مشيت ثاني دخلت مطلب، قال لك دير التعرض. أنا ما قاريش، الوالدة ما قارياش. شنو واحد السيدة في الدار البيضاء ضابطة بالحالة المدنية، قلنا لها الملعب قريبة سكنة، حدا سكنة، قلنا لها راه حبك اللي وقع علينا اللي وقع علينا. قالت لك أودي أنا نوقف معاك في سبيل الله، أي في سبيل الله. وقفت معايا نيت دمرتني خذ الله. قالت لي يلا معايا المحافظة، مشينا المحافظة حطت التعرض، سميت الوالدة وقالت لي كتب لي وكالة إن باش نوب عليها. وكالة كتبنا لها الوكالة، ما تبيع ما تشري ما ترهن ما تكري ما حتى حاجة، غير تدخل هذا التعرض للمحكمة. قالت لي صافي ربيع، المهم مازال انتهت، صافي راح وقفنا التعرض درناه. رجعنا بعد، قال لي بقات لك شهرين وغيدخل المحكمة باش تاخذوا عرض ديالكم. راه قرات الملف ديال هاد الشركة، راه ما عداش الحق تدخل، راه قراو معايا الناس اللي في المحافظة. قال لك هذه راه ساعدوا من المحافظ اللي كان الله يتبعوا البلاق. مشينا رايحين مع لالتنا، السيدة قالت لي راه حق عندي واحد خرج للبنان على غفلة، بنتي مريضة. قلت لها واخا سيري. وامتى؟ قالت لي راه صافي اكون هاني، راه وصيت المحامية راه غتبع الملف. مشات ضربت الشهر، شهر من الثاني فلانة واش ما غاتجيش لا باقا. ملي مشيت للمحافظة قالوا لي راه تشطب على التعرض ديالكم اللي حطيتو، تشطب عليه وشطب على العمراني بجوجكم، كيفاش؟ ما مدمدم معانا. جيت لكانتا قلت لواحد السيد، قال لي لا قول لي عطيك تفسير. رجعت عندهم قلت لي كيفاش؟ قال لي شوف اودي راه تاعكم تشطب عليه بناء على هي اللي شطبت لبنان، كيفاش غتشطب عليه؟ قال لي بلاتي نشوف. جابني الدوسي من عند المحافظ وراني كذا راه في لبنان السيده. كيفاش في لبنان؟ في لبنان مشات شحال هادي؟ هو يقول لي واخا خصكم ديروا التعرض. عيط قلت لها فلانه كاينه كاينه كاينه، قالت لي يهناك الله طاحوا برجليهم. مشيت بحال هكا، قالت لي ما دير والو، بقيت نتسنى فيها اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. قلت لها فلانه الا ما كنتيش غتجي خليني نشوف المسائل ديالي، هادي صافي انا غنجي. مني جات بحال هكا يلاه واخا اليوم غدا. ومني دانو مشينا ثاني محامي، مشينا معاها طلع، قالت لي انت ما تطلعش معنا خلينا حنا نطلعوا. طلعت هي المحامية نفلو، بداو يدورو فيا، تتضحك علينا تتفلى علينا. علاش؟ راه لقينا تشتب ديال امك ماشي ديال خديجة فلاحي، وما يمكنش راه شفت ديال خديجة فلاحي كيفاش ديال امي. والوالدة فين جي كيفاش دارت تشطيب؟ قالت لي وامك اللي دارت تشطيب. قلت لها لا ما دايراش، الله يرحم باك ديري لي الاجراءات. قالت لي صافي كون هاني، غتخلص واحد الحكم مليون وشي حاجة ديال المباشر باش نوقفوا العقار. قلت لها تديري لي بعدا الشكايه ديال التزوير. قالت لي صافي. بقات اليوم غدا راه درنا الشكايه، خرجوا البوليس داروا الخبره، وهذاك الشيء ما كاين منه والو، انا متواطعه مع ذوك الناس. بحال هكا ملي رجعت للمحافظ انا والوالده وخويا تنتظروا المحافظ، قال لك لا ما كاينه حتى توقف، الاجراءات باقه، بقات لها يومين وغتم. الاخرين قال لها ما يمكنش راه خديجه فلا. قالت لي ما يمكنش. جيت للمحكمه الصندوق تنسول، ما كاين والو. شفت الاستاذ، واحد الاستاذ الله يجازيه بخير في الدار البيضاء، استاذ جمعاوي، هو اللي وقف معايا، وقفوا لي في هذاك النهار الغد، هو اللي وقف لي العقار.
مني درنا الشكايه هنايا قال لك تنطوا لك في الدار البيضاء ويتنطوا لك انت في الدار البيضاء الشكايه عاد تجي عندنا او تخليو تنطوا لي هنايا لا ديال الدار البيضاء مشيت للدار البيضاء تنطوا جابوا البوليس عند الرئيس الرئيس فضل البوليس 4 سنين وانا غادي جاي النتيجه اللي وصلتي ليها دابا شنو عطيني المعلومات يعني شكون اللي عنده التزوير شكون اللي موت ساعدتهم عطاتهم اوراق العطل اللي كنت عطيتهم ليا باش تحطني على قبلهم العرض عطاتهم باعتهم هادو متابعين بالتزوير عاد تيد القاضي بقى جوج تيدو تمثلات الملف ودابا حد الان وقفوا الدوسي قال لك حقاتي يجيني ديال النقد اللي في الرباط اللي محكوم معانا حيت ما عنديش اوراقي حيت من الدوري اوراقي حطوا لي شكايه وعتموا بها الدوير قال 12 شاهد والشوتي شاهدوا الجدة حيت انا ما عارفش والعدول قال لي يعطيني حجتك قلت لي ضاعت كتب لي في الرسم ضاعت وما دارش لي ملكي استمرار دار لي ملكيه والقاضي التحقيق قال لي لا انت الشوتي شاهدوا لك استمرار وانت عندك ملكيه وشنا هو الفرق بين هادو يا قلتوا تجيبوا 12 شاهد يشاهدوا العرض ديالنا انا شفتهم ولكن شنو هو تلاعب باش هما يديروا هذا الشيء كيما بغاو تيساعدوا من الناس في المحكمه دابا فيما يخص الملف ديال دابا هاد الاسماء اللي قلتي باش متابعين بالتدوير يعني هادو متهمين صراحه عطيهم صراحة مؤقت ما بغاوش يتعدوا على ما اعتقلوهم خلاهم يدوروا يديروا ما بغاو في عباد الله علاش واحد قارة قالت لهم انا اللي دورت باش نضمن لها حق قارة بعد ما سائل عند قضية التحقيق يعني هي معترفة عند قضية التحقيق معترفة بعت وما شديتش الفلوس كاملين ولكن راه هدر الله سميتو الاحصاء المتروك ديالك راه ما فيش تيا وارتاه واعطينا باش وارتاه ما عطاتهمش وهاد الزوير كيفاش تم هاد الكاشيات وهاد الشيء كيفاش داروا لهاد الشيء هما اللي تعدهم كاشيات حتى الشركه اللي باش شرات هاد الارض وهمية ما كيناش وعندهم الكاشيات ديالها انا ملي قلت الناس اللي بالمخدن ما بغاوش يتبعوني في هاد الطريق قلت لهم راه الشركه وخرجوا قلبوا على الشركه ما لقاوهاش وخرج العون وخرجت من البوليس قلبوا وما لقاوش هاد الشركه نهائيا ومشيت ضربتها في الدار البيضاء بانتيت الدار البيضاء قال لك ما كايناش في الدار البيضاء وما كايناش في الجديده نهائيا هاد الشركه والكاش اللي داروا به تشطيب الوالده اللي دارت به التعرض تا هو مصور قال لي ما ودي انا راه ضاعوا مني شحال هادي وراه حطيت شكايه كان خدام في الدائره مقاطعه جوج ثلاثه انا يعني مكلف بكاليزاسيون مكلف بكاليزاسيون هذوك الكاشيات ضاعوا لي ضاعوا لي شحال هادي ولكن الوقيته اللي تكاليزاو كان في مقاطعه جوج ماشي في ثلاثه اللي كانت زوير زوير والوالده كانت مريضه في مراكش ودايرينها هي كاينه هنا وقال لك عطيناها الفلوس هي ولكن هي راه كانت في مراكش مريضه تداوي في المصحه هاد الناس هما اللي تعدهم يد وتعاونوهم مسؤولين هنا تعاونوهم الضحيه كيتكلم التكييف القانوني ديال المتابعه في هذا الملف واللي خص هذه الارض نورمالمون هي باقا موضوع نزاع تكون واقفه حتى يصدر الحكم فيها هو بداو كيبنيو مجموعه من علامات استفهام.